المرسل بدر بن سعود من هجرة عتيق له سؤالان يقول في أولهما: هل للأم من مهر ابنتها شيء أم لا؟ فقد سمعنا من بعض الأمهات أنها تقول لابنتها: لي عندك حق الرضاعة. ليس للأم حق في مهر ابنتها، لأن المهر حق للمتزوجة، حق للمعقود عليها، إلا ما طابت به نفسها وسمحت به لوالدتها أو لغيرها فلا شيء في ذلك. كذلك يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته ومن مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم، وهذا الحديث ما تدخل فيه الوالدة، أنت الحديث ومالك ورد في لأبيك. الأب، الحديث ورد في الأب: أنت ومالك لأبيك، لكن قد تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. نعم.